كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف تطرق لموضوع نص الملعب. حتى احنا لو احنا مش في حالتنا الفنيه العاليه، لما بنمسك نص الملعب بنقدر نستحوذ على المباراه حتى وان ما كان ما فيش تهديد للفريق الاخر، ولكن بمجرد ما نفقد السيطره على نص الملعب بيجي التهديد من اي فريق احنا بنلعبه حتى لو كان فارق في الامكانيات كبير جدا. طيب نقطتين بس قبل ما نتكلم في النقطه دي. اول حاجه عايز اقول فيها تحيه لعلاء لطفي النهارده. صحيح. الانقاذ اللي عمله الاخير هو ده نقطه تحول في المباراه. نقطه تحول مظبوط. ولو دخل لو كان جه هدف هو مش مسؤول عنه ان الراجل معدي، لكن هو انقذها لازم يديله حقه. يعني كان في بعض الناس اتكلمت عليه قبل كده ان هو كان السبب في هدف البنك الاهلي. خلي بالك اتردد جول. بالظبط، بغض النظر اي من، حتى لو اتردد، حتى لو اتردد راحت مش جول. لا انا قصدي ان نقطه التحول زي ما انت قلت. بالظبط، ان هي فعلا من هدف فيك لهدف بالزبط. ليك 3-1. فده كل التحية لعلاء لطفي النهارده. حاجه الحاجه الثانيه اللي اتكلمنا عليها ان احنا اتكلمنا مع فرقه اسوان كلها في الاستوديو، كل يعني كل خطورتها في كره ثابته، والهدف جه كره ثابته. طيب عشان حته بس التمركز قبل اللي اتكلم عليها كابتن شريف، دول نقطتين كانوا واضحين قوي النهارده في خلال المباراه. صحيح. الحاجه المهمه ايمن، دايما احنا كل الفرق او احنا كفريق نادي الاهلي دايما بتهتم بنص ملعبك. نص ملعبك هو بيديك الافضليه من ناحيه دفاعيه وناحيه هجوميه. أيوه. ودايما بتعمل تدعيم في نص الملعب، ودايما بتحط اكتر ناس عندك لعيبه عندها حته تالنت او حته موهبه في نص الملعب. اذا كان حته دفاعيه زي الو ديانج، او حته الهجوميه زي عمرو، زي حمدي، يعني بيعرفوا. صحيح. فلو ضاع منك نص ملعبك انت عندك مشكله في الحالتين. انت عندك مشكله دفاعيه، مشكله هجوميه. صح. النهارده المباراه في منتهى السهوله اللي ممكن تتخيلها، المباراه سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. مظبوط. اللي صعب المباراه او خلى الشكل وحش كثرة الاخطاء اللي حصلت في الشوط الاول، الميس باس او الاخطاء اللي يعني بتقول كده لغه الكوره ملهاش لازمه خالص. بتقطع منك الكوره سهله جدا، فبتخلي شكلك وحش. كوره معاك سهله بتقطع، بتبقى عليك هجمه عليك انت بتدافع. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه حصل نفس المشاكل اللي حصلت في مرتين سابقتين. طب قبل ما نعدي النقطه دي، ايه اسبابها؟ ده حتى بدون اي ضغوط من لعيبه اسوان كان بتقطع كوره مننا بسهوله جدا. يعني في كور كتير قوي ايمن بتبقى مع لعيب نص الملعب وبيبصها للعيب اسوان، ممكن مش شايف كويس، حته التركيز، حته عارف انت، حته الاهتمام قوي. الواحد لما بتبقى مهتم قوي تبقى قلقان، تطلع منها الكوره. لا لازم تبقى مهتم قوي عشان الكوره تطلع صح. حته ان هو استسهال شويه، هو شايف ان اللعيب هيلعبها، لكن اخطاء ما ينفعش نص الملعب، ما تنفعش تعمل الاخطاء دي. الحاجه الثانيه الحته الدفاعيه، الحته الدفاعيه برده نفس الكلام اتكلمنا في المباراه السابقه ما كانش موجود، بس انتوا اتكلمتوا عليها، حته المساحات اللي موجوده في نص الملعب. ودي ظاهره بقت موجوده لثالث مباراه على التوالي. صحيح. انك في مساحات في نص ملعبك بتبقى ظاهره، حته التماسك في نص الملعب وانك خطوطك قريبه قوي وان نص ملعبك قريب، نص مستحوذ مقفل كويس قوي مساحات، بقى لها ثلاث ماتشات ضايع منك شويه، ودي دايما بتدي مش افضليه، بتخلي شكل الفريق منافس ان هو عمل عليك خطوره. يعني النهارده فريق اسوان لو انت قافل مساحاتك وبتسلم الكره بالظبط بعد الهدف الثاني من رجل لرجل، الموضوع انتهى تماما بالنسبه لك. صحيح. والتغييرات اللي عملها المدير الفني، هو عايز يدي الناس بقى لها كتير قوي بره بعيد عن الملعب، زي سعد، زي محمود متولي وكده، وتفكير صح. لكن لازم كمان يبقى مباريات المباراه مساعداك. لكن انت صعبت الامور على نفسك، لان الهدف اللي جه فيك ده ايمن هدف جه بطريقه مش كويسه. ومهما كنت انت عندك ثقه في نفسك، ومهما كنت انت اقوى، مهما كنت انت في فروقات كبيره بينك وبين الفريق المنافس، في سنه قلق دخلت على لعيبه النادي الاهلي. هدف زي كده ممكن واحده ثابته تاني تيجي، في قلق حصل. عشان كده القلق ده حصل، تحس ان الاداء بقى فيه عشوائيه شويه. لازم في الوقت ده حد في الملعب، حد بره الملعب، نهدى والكره في رجلنا احنا. اسوان بيرجع تحت الكوره، لكن مفيش مراقبه. هو ناس كتيره موجوده في نص الملعب لكن من غير مراقبه، تكتل بس. انت غالب، انت مش مستعجل على حاجه. أي. لكن الكوره واتنقلت من رجل لرجل اعتقد الامور هديت. لكن برضه المشكله انك انت بتجري منافس في طريقه لعبه او في الوتيره بتاعت لعبه، انت مش محتاج كده. هو بيدور على تعادل، انت كسبان وانت افضل في كل حاجه، لكن انت بتدور شويه على لعب صعب. ودي برضه ملاحظه على لعيبه النادي الاهلي، دايما بدور على الصعب. صح. ده عايز اعمل حاجه فيها شكل جمالي، عايز اعمل حاجه فيها صعوبه كبيره، مع ان لو الكره سهله اسهل حاجه كوره. يعني الهدف الثاني ده كره اتلعبت هجمه مرتده وحلوه قوي، اتعملت لبواليا اللي خدها جول ثالث، حلو قوي. فالسهوله في الاداء
خلي بالك كمان فضل. احنا كنا بنتكلم قبل المباراه على الهجمه المرتده السريعه او الهجمه السريعه. كويس. الكره دي من ثلاث نقلات ودي اسرع زي الماتش اللي فات علي معلول بالظبط في الدور الاخير. دي اسرع هجمه انت عملتها بالظبط في طول المباراه بالظبط. عشان كده بقول لك لازم الاداء فيه بطء. يمكن وقت الراحه اللي بعد مباراه النهارده اكيد هيستفادوا منه لعيبه النادي الاهلي. كويس ان هو جه الحمد لله، في فايده اكيد، في راحه، في هدوء شويه. مباريات كانت ورا بعض كتير قوي، ممكن يبقى عندهم العذر ده. هو ده شكل المباراه النهارده. شكل المباراه النهارده ان كان في اخطاء، لكن أي. انت الحمد لله قدرت تخرج بمكسب، ومكسب كويس جدا الحمد لله. صحيح. الهدف الثاني اللي عمله علي معلول حاجه حلوه قوي. الحاجه الحلوه مش محمد شريف، حاجه حلوه الكروس اللي عمله علي. لمسه والثانيه وشايف. وشريف مش في احسن فورمه النهارده، لكن هو ده الهداف. أي. في اخر، حتى لو في اخر ثانيه مباراه ممكن يجيب لك هدف، ودي فايده ان محمد شريف دايما موجود في المباراه.